السلام عليكم. اسمحوا لي بوقف شوي لين اخذ الطلب وبعدين اكمل لكم القصة في الطريق. في عام 2018 في بريطانيا في سيدة سورية عمرها 49 سنة اسمها خولة سليم. هذه عايشة في بريطانيا صار لها اكثر من 16 سنة. هذه خولة وبعد ما صارت أحداث يعني توتر الأوضاع في سوريا عندها بنتها هناك عايشة اسمها رنيم عودة عمرها تقريب 21 سنة، وبنتها هذه كذلك مطلقة وعندها ولد عمره سنة. المهم سوت لها كرت لم شمل العائلة بما أن أمها عايشة في بريطانيا من زمان والظاهر أنها حصلت على الجنسية البريطانية وبنتها موجودة في سوريا، جابتها من سوريا وعاشت معاها والتموا وكانوا عائلة سعيدة جدا جدا. رنيم عودة مع أمها خولة سليم. ومرت سنة، رنيم عمرها 22 سنة والبنت ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة. اي ابو طلال من زمان ما قلت عن وحده جميله. يا جماعه انا اذا وحده جميله اقول لكم جميله علشان لها علاقه في القصه، يعني ممكن تكون ضحيه ممكن تكون مجرمه، يعني انا ما تغزل مجرم ولا ضحيه، لا انا اقول لكم ليش. لو انها بشعه يمكن بشاعتها مثلا لها علاقه في الجريمه او جمالها لها علاقه في الجريمه، لانها جميله اغرم فيها شاب من الجنسية الأفغانية عايش كذلك في بريطانيا ينقال له جامباز تارين. شاف البنت انثول قام يطاردها من مكان لمكان. البنت تقول له يعني دخيل يعني نيعك أنا، يعني أنا جاية من حرب من سوريا وأنا جاية لم شمل مع أمي، يعني مش جاية عشان نتزوج وحب ومن هالكلام. ألم ما يصير، انا يهبي انت خلاص، انا يشوف انت اول مره انا يعرف انت حق انا. المهم اذاها يوم يومين ثلاث ويطارد وراها يطارد وراها، وانا ابيك زواج على سنه الله رسوله، وانت يعني بعد ما عرف طبعا تفاصيل حياتها انها يعني مطلقه وعندها ولد صغير قال لها انا ابوه وانا امه وانا خدامته بس تزوجيني عافيه. البنت مع إصرار تارين هذا ورغم أنها يعني كانت رافضة في البداية موضوع ارتباطها بشخص يكون غير سوري يعني أو من جنسية يعني بعيدة عنها. المهم أمها وكذا وقعدت تستشير وهذا مصمم والبنت بعد همتها بالستر وافقت، ويا ريتها ما وافقت. أول ما تزوجها وهذا عنده نظام شنو؟ أن المرأة هي يعني ملك للرجل كذي بباله من ماخذها من أهل هناك يعني من طبيعتهم، يعني طبعا مو كلهم كذي، يعني أنا أقصد الولد تارين هذا. المهم تملك البنت عسى ما تقول له أبطلع بروح أشوف أمي ممنوع، أبروح أتمشى بالسوق لا ممنوع، البسي غطا البسي كذا، والبنت قاعدة في بريطانيا يعني تبي تكون لبسها عادي يعني حالة حال أي بنت يعني محتشم ما كانت يعني. المهم مشاكل بدت وضغط وقام يعتدي عليها بالضرب وقام يضايقها ويحسسها إنها عبدة عنده. المهم البنت وصل فيها الحد إنه خلاص قالت له لك حل عني حل عني خلاص ما بدي اشوف وشك خلاص بليز ما بدي اشوفك. قال لا ما يصير هذا كلام خلاص انت مال انا. المهم يراضيها ويردها ويرد. البنت تعذبت قالت هذا الزواج الاكشر. لكن يوم الايام ويجيها اتصال، اسمع سالفة الاتصال هذا اللي صراحة قلب الموازين. الاتصال هذا جاء من بنت أفغانية
كذلك عايشة في بريطانيا ولها معرفة في تارين. هذه البنت قالت حق رنيم، قالت له شوف يا رنيم، أنا بعترف لك موضوع مخبي عنك تارين. تارين ترى هذا شخصية حقيرة وهذا كذا وهذا كذا، شلون كيف وكيف بتعرفي أنت وهيك واحكي لي. قالت له أنت تعرفي أنه تارين متزوج وعنده عائلة وعنده أولاد في أفغانستان؟ انصدمت رنيم، تحكي جات وهيك هو ما حكى لي هالموضوع من هالكلام. البنت قالت خلاص هذا فراق اللي بيننا، انتهى الموضوع، اتركته وراحت قعدت عند أمها خولة. هذا طبعا ما يقبل في الأمور هذه، ردي وكذا، واللي قالك هذا كذاب، واللي قالك كذا، واللي قالك كذا، لين اعترف. قالها نعم أنا تزوجت يعني سابقا وهذا كان ضغط من أسرتي، لكن أنا مستعد أني أطلق وأترك. قالت له أنا مستحيل أرضى أنك يعني تترك أولادك وتطلق زوجتك الأولى علشاني، أصلا أنا مستحيل أوافق عليك، خلاص أنا ما بدي إياك أصلا، وجدت من الله أنه كشفت حقيقتك، خلاص حل عني يا عمي. المهم هذه يحاول فيها ردي وردي، رنيم الله يغليك أنا ما يقدر، أنا لازم أشوف أنتي كل يوم، والله ما ألومه بصراحة وين يحصل كذي. المهم مع إصرار رنيم إنها ما ترد ورفعت عليه قضية طلاق، لا وراحت واشتكت عليه في أحد مراكز الشرطة علشان يبعدون عنها، وفعلا جابوه في ذاك اليوم وقالوا له ممنوع أنك تقترب منها لمسافة معينة، فلا تحددها ولا تكلمها ولا شيء، البنت ما تبيك، انتهى الموضوع بينكم محاكم، روح المحكمة. المهم ويمر أسبوعين وهذا يراقبها من بعيد، يوم شاف أنه خلاص البنت ما في أمل أنها ترجع له، قام يلحقها ذاك اليوم، كانت مع أمها تمشى ورايحين إلى أحد المقاهي، مقهى عبارة عن مطعم وكذا يعني، دخل وراهم المقهى ومسك منه رنيم، قالت تعالي بكلمك الموضوع. قالت لو أخر أنت ما خصك فيني وهيك ابتعد عني، والله بيحكي للشرطة هلأ ومن هالكلام. عصب، تعال أنا بكلمك. قامت واتصلت على الشرطة، قالت اتصلي على الشرطة ويطلع سكين طبعا قدام الناس الموضوع هذا، تدخلوا اللي موجودين في المقهى وإدارة المقهى، وفعلا اتصلوا على الشرطة وطلع، والشرطة تأخرت، مشت رنيم مع أمها خولة، خافوا منها فرجعوا إلى بيتهم وهم في الطريق. وعلى فكرة أنا بحط لكم فيديو في الانستغرام، فيديو لما دخل على رنيم وأمها داخل المقهى وكان يهددهم بالسكين، ورنيم لما كانت تتصل على الشرطة أكثر من مرة قبل الجريمة، فيديو طويل، وحتى بحط لكم فيديو لما تم إلقاء القبض عليه بعدين. المهم راحت رنيم وأمها للبيت وهم واصلين إلى عند البيت، وهذه رنيم كل شوي تتصل على الشرطة ما جوا، وأصلاً كانوا مبلغينها الشرطة لما اشتكت عليه أول مرة أنهم بيحطوا لها شرطة عند البيت إلى أن تنتهي مشكلتها. الحين هي منتظرة عند باب بيت أمها وتتصل على الشرطة تشوفهم وينهم الأفراد هذول اللي برا، ما في أحد. اتصلت على الشرطة، الضباط قالوا لها انتظر شوي خلنا نتصل على المكلفين بالحماية، مو موجودين. وتتصل وتتصل، ولا هذا تارين جايك على وانيت أبيض وينزل. طبعا رنيم ما كانت خايفة منه لأنها كانت تعتقد أن رجال أمن قريب، قالت له أنت ليش تبي تسوي مشاكل، أنا ترى متصلة على الشرطة، يعني أرجوك امش من هالمكان قبل لا يصون رجال الأمن. قالها كذي يعني خلاص الموضوع بيننا خلاص؟ قالت له مستحيل أرجع لك. قام وطلع سكين وقام يطعن في رنيم، طعنة طعنتين ثلاث، قامت تصرخ البنت، اطلعت أمها من البيت تصرخ تبي تنقذ بنتها، قام مسك أمها وطعن فيها كذلك إلى أن تأكد أن الاثنين خلاص لازم بعدها الطعنات هذه مستحيل يتم علاجهم أصلا.
ركب الشاحنة وانحاش. بعد مرور يعني دقائق، لأن الجيران قاموا واتصلوا على العمليات وقالوا يا جماعة في واحد قاعد يطعن بنات بالشارع، نفس الشارع اللي هم فيه الجيران. المهم أول ما وصلوا ولا هذه المسكينة رنيم وهذه أمها خولة على الأرض، خولة طبعا فارقة الحياة على طول. رنيم كان فيها روح، خذوها طاروا فيها إلى المستشفى لكن ما لحقوا عليها وتوفت الله يرحمها. راحوا طبعا فتشوا البيت لقوا ولدها موجود عندها وخذوه إلى دار الرعاية إلى أن يشوفون وين أهلهم. المهم الحين من المشتبه الأول، المشتبه الأول اللي هو تارين، لأنها سبق أنها اشتكت عليه وهذا أصلا متصل على العمليات وقالت لهم تعالوا الحقوني يا ملل يا ملل حمابي غلط بعد أحد اشتكي علي، زين ليش ما جيتوا وليش تأخرتوا؟ قالوا والله يعني إحنا يعني سوينا اللي باستطاعتنا، ما نقدر يعني نخلي حق كل إنسان عنده مشكلة رجل أمن، لكن إحنا تأخرنا بالوصول وإحنا نعترف في الموضوع والموضوع كبر والصحافة تكلمت في الموضوع إن ليش ما نقذتوا البنت. مالكم بالطويلة الحين يدورون على منو؟ على تارين المجرم، ويحطون مناشدات بالتلفزيونات تارين سلم نفسك يا تارين، لن تذهب بعيدا يا تارين، ترى معممين عليك، ويحطون صور. المهم وثلاثة أيام وهم يدورون عليه بفضل نشر صورة تارين المجرم هذا الأفغاني في جميع وسائل التواصل، تلفزيون وفي الصحافة وكذا، شاف واحد من الناس اللي شايف الخبر ويقوم يتصل على الشرطة قال في هذا الشاب راكب وانيت أبيض وموجود في أحد المدن الريفية يعني أطراف يعني العاصمة. وفعلا لما جاء رجال الأمن ولا هذا تارين، ألقوا القبض عليه واعترف بالقصة بالكامل وتم الحكم عليه في عام في آخر 2018 بالسجن 32 سنة. وهذه كانت نهاية الله يرحمها رنيم اللي هربت من الحرب وجت إلى مقتلها في بريطانيا. سبحان الله، الله يحميكم ويحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا. فأمان الله، مع السلامة.